مجمع قليل يعني اللي عنده خبره في مجال المستلزمات الطبيه وفي مجال المواد السدانيه. والشرف الكبير اليوم هو اطلاق اول حصص مدرخه للبرميل والفاليداسيون دي ميديكامون دونكولوجي اليوم ببساطه. اليوم شهد مجمع ام جي اس جروب عمليه اطلاق وحده انتاج الادويه المضاده للسرطان بمقر المصنع الكائن بعين مليله. هذه الوحدة هي عبارة وحدة من وحدات المجمع البالغ عددها 6 وحدات بطاقة تشغيلية حوالي 100 عامل لهذه الوحدة و 22 منتوج لأدوية السرطان.